هاي ريكوردينج. اليوم ان شاء الله ناخذ عن اللي هو الاشتقاق الايش الضمني. درس سهل يعني، هو تكملة قواعد الاشتقاق اللي تعلمناها، بس ناخذ يعني اضافة شوي زيادة عليه، على الاشتقاق او قواعد الاشتقاق اللي تعلمناها. خلينا ناخذ شو يعني قصدنا بالاشتقاق الضمني. طلعوا هذه المسألة، هاي شو المطلوب؟ المشتقة تاعيتها يلا كيفك تشتق ان شاء الله، يلا اشتق لي اشوف. 4 ناقص 2 زائد 8 ليه؟ زائد 6 صاد هاي يا احمد، 4 صاد فتحة. صاد هسه احنا اه هاي 4 بدنا نشتقها، ما بنشتق هيك، احنا تعلمنا غير هيك، تعلمنا نخلي صاد موضوع القانون، يعني هيك بنعملها 4 صاد تساوي 2 س ناقص 8، بعدين بنقسم على 4 كل الاطراف، صح؟ صح. بعدين نشتق، نقول صاد فتحة تساوي 2 على 4، مظبوط الكلام هيك ولا غلط؟ بس صح ممتاز. هسه شوف في هاي المسألة مثلا، أمكنني إني أخلي صاد موضوع القانون، صح ولا لا؟ إذا أمكن أخلي صاد موضوع القانون، هاي بنسميها علاقة صريحة. علاقة إيش؟ صريح. علاقة صريحة. طيب راح نتفق على شغله، راح نشتق هذه بدون ما نخلي صاد موضوع القانون. كيف؟ لما تيجي تشتق صاد عمل زي على اختم صاد قوانين فتحة. عادي، بس بتحط جنبها ايش؟ صاد فتحة. صاد فتحة او دال صاد دال سين. يعني شو مشتقة 4 صاد؟ 4 صاد فتحة. 4 صاد فتحة، مش 4 ناقص 2 يساوي 0. خلي لي صاد فتحة موضوع القانون، هتساوي 2 4. شايف كيف؟ إذا الاشتقاق الضمني بإيش يتعلق؟ يتعلق بالاقترانات أو بالعلاقات، بلاش نقول الاقترانات، العلاقات التي يكون فيها سين وصاد مالهم ممزوجين مع بعض وما بقدر أعزلهم. حتى لو قدرت أعزلهم ما في مشكلة، بشتقهم عادي. تعال أشوف مثال 2. صعب الدرس؟ لا لا هذا الدرس خلص. يلا اشتقوا لنا هاي اشتقها القوانين. شو مشتقة سين تكعيب؟ 3 س تربيع. ممتاز. هي المفروض تكتب جنبها سين فتحة على فكرة، يعني دال سين عدال سين، يعني واحد. انت متخيلين شو راح اكتبه انا المفروض اكتبه هنا؟ يعني ايش معنى لما تشتق صاد تحط صاد فتحة؟ طب ليش ما تشتق سين تقول سين فتحة؟ ولما تحط سين فتحة، ما هي سين فتحة شو هي؟ مشتقتها شو؟ واحد. عشان هيك ما اكتبهاش. يلا كمل. زائد 3 ص تربيع ص فتحة. برافو عليك، لانه اشتقينا صاد بنحط صاد فتحه. يلا كمل. رحت ثاني على الضرب س صاد، هاي المشكله. لا قانون الضرب، على قانون الضرب بالضبط، بتطلع انه 6 س اقتران او علاقه لحال، وصاد مضروبه مضروبه فيها. يلا الاول في مشتقه الثاني ص فتحه، مشتقه الثاني زائد مشتقه الثاني. الاول في الثاني، لأنه مشتقة 6 س 6. 100%. خلصنا هيك؟ لا ما خلصنا، بطل حدود. بدنا نخلي صاد فتحة موضوع القانون، نقول 6 س صاد فتحة. هنا هذا المقدار طلع عليه، هذا الحد في صاد فتحة، وهذا الحد صاد فتحة، بنخليهم اثنين يجوا وين؟ جنب بعض. جنب بعض. هذا 3 س تربيع، ما في صاد فتحة، ودي على الطرف الثاني. يلا عيد كتابة المسألة، ينقلني تصير 3 ص تربيع ص فتحة بالضبط، ناقص 6 س ص فتحة، ناقص 6 س ص فتحة تساوي 6 ص ناقص 3 س تربيع. خذ اللي صار العامل المشترك، شو بيضل عندك؟ 3 ص تربيع يساوي. طب صاد فتحة لحالها شو بتساوي؟ 6 ص ناقص 3 س تربيع على 3 ص تربيع ناقص 6 س. وجدناها هيك ولا ما وجدناها؟ هو بده صاد فتحة. ممتاز، هو بده صاد فتحة، ورقم 1 بده صاد فتحة، طلعناها. طب بده ميل المماس عنده 3 و3. تعويض.
يعني بروح واجي بقول صاد فتحة عنده ثلاث وثلاث. إيش يعني عنده ثلاث وثلاث؟ يعني مرة عوض محل سين ثلاث محل صاد ثلاث. السين الأولى هاي سين وهاي صاد بالصدفة قد بعض يعني. فبصير ستة في ثلاث ناقص ثلاث في تسعة على ثلاث في تسعة ناقص ستة في ثلاث. وبعمل الحسبة وبطلع الجواب. صعب الحكي؟ لا أحسن. نكمل المثال اللي بعده. يلا بنشتق هاي. بصير ثمانية صاد ضرب صاد فتحة. ثمانية صاد صاد فتحة. ناقص الأس. طرحنا الأس واحد واشتقينا الصاد اللي هي صاد فتحة. إذا حول الجيب مشتقتها بصير جت الصاد ضرب صاد فتحة اللي هي الزاوية. جت الصاد اللي هي مشتقة جيب صاد. ومشتقة الزاوية اللي هي صاد مشتقتها صاد فتحة. لاحظوا أنه بشتغل على السلسلة صح ولا لا؟ يساوي اثنين. يلا كمل. لازم أخلي صاد فتحة تيجي بجهة بطرف واحد. هي بطرف واحد. جهات بطرف واحد هي. طلعها عامل مشترك. طلعها عامل مشترك. واقسم. صاد فتحة لحالها شو بتساوي؟ اثنين سين على الاقتران. خلصت حسب ما هو طالب. أنا هيك خلصت تمام يا جماعة ولا صعب هذا الحكي؟ 100%. يلا التمرين الأول. يلا أحمد الحسبان يلا سير. خلينا نجرب. سير ستة سين ناقص ثمانية صاد. يلا أحكي. ستة سين ناقص ثمانية صاد صاد فتحة تساوي صفر. كمل. أنقل السين هنا. ثمانية صاد صاد فتحة تساوي ستة سين. أنا على ثمانية صاد على ثمانية صاد. وديت على هناك. على ثمانية صاد على ثمانية. بالضبط ستة سين على ثمانية صاد. تختصرها على اثنين على اثنين. ثلاثة سين على أربعة صاد. كمان بصير. يلا اللي بعديها. رقم اثنين على الضرب. يلا احكي. اثنين سين ضرب صاد فتحة يعني الأول اللي هو اثنين مشتقة الثاني مشتقة صاد صاد فتحة زائد اثنين ضرب صاد يعني مشتقة اثنين سين اثنين ضرب في صاد ناقص ثلاثة صاد تربيع ناقص ثلاثة صاد تربيع ضرب صاد فتحة ممتاز يساوي الواحد راحت واحد زائد اثنين صاد فتحة ممتاز. الآن شو بنعمل؟ بنروح بنحط حدود تحت الفين صاد فتحة. الحدود الفين صاد فتحة هذه فيها صاد فتحة وهذه فيها صاد فتحة وهذه فيها صاد فتحة. بنقول اثنين صاد من اليسار لليمين. اثنين صاد فتحة قصدك؟ آه واثنين صاد أيوة من اليسار لليمين. برافو عليك. يلا نقلني. اثنين سين صاد فتحة أيوة ناقص اثنين صاد فتحة أو ناقص ثلاثة صاد تربيع ثلاثة صاد تربيع صاد فتحة بصير ناقص اثنين صاد فتحة يساوي واحد ناقص اثنين صاد. بعدين شو بناخذ صاد فتحة صاد فتحة مشترك. اثنين سين ناقص ثلاثة صاد تربيع ناقص اثنين بقسم عليها وخلص. بعدين صاد فتحة تساوي واحد على اثنين صاد على اثنين سين ناقص ثلاثة صاد تربيع ناقص اثنين. خلصت. مو ضروري عنده نقطة. لو قال لك عنده سين تساوي بتعوض بعد وتمثل ميل المماس عند تلك النقطة. يلا رقم ثلاث. منير تسويها يا منير؟ سويها. يلا بتصير اثنين سين أيوة صفحة زائد صاد فتحة يساوي قاطع تربيع قاطع تربيع أيوة صاد فتحة ممتاز. بعدين شو بنسوي؟ فتحة. بنودي صاد فتحة لهناك أو بنجيب قاطع تربيع صاد فتحة لهون اللي بدك إياه بفرقش. بصير عندنا اثنين سين تساوي. ما هو ضرب. ضرب. في صاد فتحة. أوكي بعمل القوس على القاطع كلها مش على صاد لحالها. ناقص صاد فتحة. أكمل. تأخذ صاد عمل مشترك هناك. صاد فتحة. صاد فتحة. مشترك. قاطع تربيع صاد ناقص واحد ممتاز. بعديها
اثنين على قاطع على تربيع ناقص واحد. قاطع تربيع صاد ناقص واحد. هيك احنا بنكون خلصنا الدرس. نيجي على البرهان، هذا مطلوب البرهان؟ كله مطلوب مدام بالكتاب 100% مطلوب. طلع بقول لك اثبت انه هذا الحكي صحيح، انه احنا في الاسس الكسريه الاسس النسبيه بننزل الاس وبنطرح الاس واحد. احنا اخذنا في برهان اذا متذكرين لمكان الاس عدد طبيعي. طيب لما يكون عدد نسبي بسط ومقام هيك كيف بنثبت انه الحكي صح ولا لا؟ طلع شو قال لك؟ قال لك افرض انه صاد تساوي سين اس ميم على نون، ارفع الطرفين للقوه نون، يعني ارفع هون للقوه نون، ارفع هون للقوه نون، صارت صاد قوه نون تساوي سين قوه ميم، مضبوط ولا لا؟ اه هذول صارت اعداد طبيعيه الان او اعداد صحيحه، اشتقهم نون صاد نون ناقص واحد ضرب دال صاد دال سين، اشتقاق عادي يعني اللي اخذ صار يتلاعب فيها انه يخلي دال صاد دال سين طرف موضوع القانون في طرف الحال، وصار يضبط حسابات بسيطه جدا، يعني تتبعوها بسيطه جدا حساباتها تطلع معانا القاعده المطلوبه. وهنا سطر واحد، هذه مش صعبه، بس شو فكرتها البدايه؟ بدايتها تعرفوا البدايه كيف بدينا فيها، بس ميكروفون طرفي المعادله للقوه نون، وباقي حسابات بسيطه. طيب نيجي على التمارين هسه، يا بنصير نثقل التمارين. يلا هون اذا كان صاد تربيع يساوي جذر سين، يعني بدل سين نص نص جذر سين، جذر سين جدال صاد دال سين عندما سين يساوي 16. يلا مين يسويها؟ ها شو بنحكي؟ وش بدي اشتق اللي ثاني؟ والله السريع 2 صاد فتحه يساوي نص 1 على 2 جذر سين، شو رايك في الحكي؟ صار السالفه مو جذر سين، ما هي عباره عن جذر سين، جذر سين، جذر سين مشتقتها 1 على 2 جذر سين، احفظها عن غيب صح ولا لا؟ اه ومنها صاد فتحه شو بتساوي؟ بتساوي 1 على 2 جذر سين صاد جذر سين، مظبوط كلامي؟ صح. طب كمل بعوض سين، اذا بدنا عندنا سين يساوي 16، يعني صاد فتحه بدي اطلع صاد قديش؟ يساوي 16 بدي اطلع سين قديش؟ بدي اطلع صاد قديش؟ 4 جذر 16. طب والصاد شو احط مكانها؟ بعوضها بالمعادله الاصليه اللي معطيني، ايوه بعوضها بالعلاقه الاصليه هون، فبصير هي بترجع لصاد تربيع تساوي جذر 16، يعني صاد تربيع تساوي 4، يعني صاد تساوي زائد او ناقص 2، فمره بتعوضها باثنين بس هو طالب اكبر من صفر، بسالب اثنين بس هو طالب اكبر من صفر صاد، ما بقول لك هي احنا بنحكي بشكل عام احمد، هسه هو بقول لي صاد اكبر من صفر، اذا هذه ايش؟ نلغيها، بنشيل نلغيها، لكن لو ما شرط بس لازم اثنين، اه بتعمل بس عدد، يعني تاخذ الثنتين قصدي، تاخذ الثنتين تمام. هذا سؤال حلو، طلعوا لي على المثال هذا، شو ها؟ هذا زي ما بنثبته بس بدك تثبت قاعده السلسله، بل قاعده السلسله كيف اثبتها؟ عمل الجذر اس نص، نزل الاس، طرح من الاس واحد وزبطها، طبعا هي حافظينها نعمل على طول، اه يعني ما حدش يلتخم لما بيجي سؤال زي هيك نفكر انه شيء جديد، يعني لا ولا جديد ولا عباله، حتى هي قاعدة السلسلة. يلا هسا شوف خلصنا اشتقاق قاعدة السلسلة واشتقاق الضمني، هم الدروس بس، والباقي هذا شو هني؟ بدك تستخدمها دول التلفزيون والله نفس البسيطات، يعني شو يعني انت بطلنا نحكي عن نزل الاس راح الاس واحد ومشتقة الجيب ومشتقة الجتا، يعني خلاص عاديات هسايات اللي مركز عليهم قاعدة الضرب، قانون الضرب، قانون القسمة، السلسلة الضمني بس، هذول القواعد اللي بشتغل عليها هنا. يلا اشتقوا اشوف. خمسة خمسة افتح القوس س ناقص صاد اطرح من الاس واحد اشتقها داخل القوس واحد ناقص صاد صاد فتحة صاد فتحة هيك خلصت الطرف اليمين يساوي 2 س
شوف هسا مدام بده عنده نقطة ما في داعي تخلي لي صار تحط موضوع القانون، ما في داعي بس عوض رح تطوحه كويس؟ يعني ممكن تخلي صار تحط موضوع القانون وبعدين تعوض. طب ليه ما عوضوا إياه هيك؟ أسهل تسهل أصلا. أسهل. مين الإشي الوحيد أو المقدار الوحيد اللي ما راح يتعوض مكانه؟ صادفة اللي على صفر صادفة اللي صاد فتحة، بس صاد فتحة ما راح يتعوض مكانه. يلا عوضوا تنشوف. خمسة واحد ناقص صفر الكل أس أربعة في واحد ناقص صاد فتحة يساوي اثنين في واحد. يلا زبط الحسبة تنشوف. خمسة خمسة في واحد ناقص صاد فتحة يساوي اثنين على خمسة. صاد فتحة تساوي اثنين على خمسة ناقص واحد جديها لهون وجيب واحد لهون. واحد ناقص خمسين بيساوي صاد فتحة، يعني جد أخماس يساوي صاد فتحة، وهذا يمثل ميل المماس لمنحنى هذه العلاقة عند سين يساوي واحد أو عند النقطة واحد وصفر. وجديد في الموضوع الأسئلة تيجي زي هيك ولا لا؟ لا الله يرضى عليك، هذا يعني هذا بالأحلام تجيك زي هيك. لو أنا يعني بقول ها من هون ببلش، من مثال سبعة بتبلش الأسئلة. هذا يعني كله للتدريب عشان تتعلم شو يعني شقاق ضمني بس. يلا اشتق لي هاي. واحد على اثنين درس في مشتقة الصاد، صاد فتحة بنحطها في البسط صح؟ بسرعة لو بتحبوا تكتبوها جنبها بسير يعني ما بتفرق. ناقص جيب سين ناقص جيب سين يساوي صفر. صفر خلي لي صاد فتحة موضوع القانون. صاد فتحة على اثنين جذر صاد تساوي جيب سين ضرب اثنين صاد فتحة تساوي اثنين جذر صاد جيب سين. بدي اياها عندنا نقطة بنعوض، ما بدي اياها عندنا نقطة خلص هي خلص حالها. اللي بعديها ريحنا. يلا اللي بعديها الأولى على السلسلة اثنين افتح سين ناقص صاد في صاد فتحة واحد ناقص صاد فتحة في مشتقة ما داخل القوس واحد ناقص صاد فتحة يساوي فتح. أو ناقص خلصنا خلصنا هيك خلصنا هيك ناقص صاد فتحة يساوي صفر. كملوا بدخل زائد صاد فتحة زائد صاد فتحة. أنا هون بتعامل مع هذا المقدار كله على إنه حد واحد وهنا في قوس، معناته هذا المقدار ككل بده يتوزع على الحد الأول وعلى الحد الثاني. يعني هذا اللي بدي أطلع عليه بده يصير هيك اثنين في سين ناقص صاد ضرب واحد بيظلوا نفسه ناقص اثنين في سين ناقص صاد صاد فتحة ناقص صاد فتحة يساوي صفر. تسوي الحسبة وتسحب عن المشترك. شو عملت؟ وزعت دخلت القوس بس بعدين وزعت الاثنين الحدود اللي فيها القواس بوديها عطرف بوديها جهة بالضبط وخليها بعطرف. صارت اثنين سين ناقص صاد خليتها بطرف هناك راح تكون اثنين في سين ناقص صاد صاد فتحة زائد صاد فتحة اسحب صاد فتحة ترك. شو بيتم عندك؟ اثنين سين ناقص صاد زائد واحد هون اثنين سين ناقص صاد. انتم ملاحظين اني انا ما ببسط ولا اشي بس بكتب الصاد فتحة وبس. انت بتدخل صح؟ ما 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 في داعي تدخل، ما طلب مني هو. وقول لي جيب صاد فتحة، هاي جبت لك اياها يا سيدي. انت دبر حالك بالتفصيل. هو ما طلب شيء معين. لذلك الاسئلة لما بتيجي لهذا السؤال اللي سألته، كيف بتيجي الاسئلة في الامتحان؟ بتيجي زي مثال سبعة. طلع مثال سبعة. وقول إذا كانت سين تساوي بطا اثنين صاد. اثنين صاد. ثبت لي انه هذا الحكي صح. هاي اسئله التوجيهي صح؟ هيك الاسئله بتيجي. بدك تخلص الشغل الصح. طيب ما هو السؤال بده صاد فتحتين. معناته بدي اجيب الاول صاد فتحه. او دال صاد دال سين يعني. يلا شو مشتقة السين؟ واحد. شو مشتقة الضتا؟ قتا تربيع. سالب. ناقص سالب قتا تربيع. تربيع اثنين صاد. في مشتقة الزاوية في اثنين صاد فتحة. اثنين صاد فتحة. طيب بدنا صاد فتحة موضوع القانون عشان نجيب صاد فتحتين، فبتصير
سالب واحد على اثنين، وهون تحت على المقام شو نكتب؟ قطع تربيع اثنين صاد، صح هيك؟ صح 100%. قسمنا على سالب اثنين قطع تربيع عشان تصير صاد فتحة بطرف لوحدة. طب شو رأيك نبسط هاي؟ سالب نص بي واحد على جبت تربيع، جيب تربيع، جيب تربيع اثنين، جيب تربيع واحد على، لا عفوا أنا غلطت، واحد على واحد، واحد على واحد بالضبط، واحد على واحد، جيب تربيع اثنين صاد وارفعه فوق. مو هذا واحد على، يعني هاي بقدر اشطبها واكتب مكانها جيب تربيع اثنين صاد 100%. يعني انا قصدي هون بدل ما تقعد تشتق وهي بشكلها بسطها بعدين اشتق. يلا جيب صاد فتحتين الحين، راح ننزل قانون الضرب. سالب قانون الضرب، ما في قانون الضرب، معمل معمل صح معمل. نزل الأس واطرح منه واحد، جيب الاثنين صاد، صاد زي ما هي، في مشتق الجيب اللي هو جت اثنين صاد ضرب اثنين صاد فتحة زاوية اثنين صاد فتحة. تمام. الحين أنا صاد فتحتين حليتها طلعتها، بس هل هذه اللي أنا طلعتها بتشبه اللي هو طالبها؟ لا لازم تحايل عليها لحد ما وصلها للشكل اللي هو بده اياه. اسال سؤال، هذا المقدار مش متطابقه؟ متطابقه ولا لا؟ طابق كتبته اثنين جيب جتا بصير متطابقه جيب الاثنين سين، متطابقه جيب اثنين سين، هي اثنين جيب سين جتا سين، وجيب أربعة سين شو هي؟ اثنين جيب اثنين سين جت اثنين سين، أنا طوال متطابقة جيب أربعة الأربعة سين. أربعة صاد مش سين، لأنه صاد كله صاد هون أصلا. آه. وعندك سالب نص اضربها في اثنين صاد فتحة ناقص صاد فتحة صفر، بطلع سالب صاد صاد فتحة وهو المطلوب، مزبوط ولا لا؟ صح مزبوط. ضبطت؟ زبطت. بس وين المشكلة في هاي المسائل؟ هاي نوعية من المسائل والله ما فيها مشكلة، بس بدأ شطارتك انك انت ايش تزبط. هذا سؤال توجيهي سابق، هذا مش محلول. يلا بدنا شطارتكم، مين بيقدر يحله؟ اللي بيحله بعطيه خمس دقائق. شو بدكم احسن من هيك؟ يلا اللي بيحلوا خمس دنانير دخلوا على صفحة فاضية يعني عشان نشتغل فيه هيك برواق. والله مبين سهل. يلا خذوا وقتكم شوية تدربوا عليه، قولوا لي كيف كنت طلعوا الجواب، مع انه مبين مش كثير صعب. هاي صفحة فاضية عشان ناخذ راحتنا واحنا نكتب. حد يبلش معي؟ بلش انا؟ يلا. بتشتق الاقتران اللي هو مديك اياه اللي هو جر وسين جت صاد. يلا اشتق لي جر صاد. بقلب جيب صاد سالب جيب صاد سالب جيب صاد صاد, صاد فتحة. هسا في جماعة في ناس بيحبوا يكتبوا صاد، في ناس بيحبوا يكتبوا دال صاد دال سين، بفرقش زي ما بدك اكتب يساوي واحد، صحيح؟ صحيح. بالنص صاد فتحة لحالها، شو بتساوي صاد فتحة لحالها؟ بتقسم على سالب جيب صاد، يعني سالب واحد على جيب صاد. هاي خلصنا. هو بده صاد فتحة، هاي صاد فتحة، هاي اللي جبتها. طب هاي شو دخلها اللي طلعت اللي أنا جبتها بالجواب اللي هو كاتبه؟ مش في متطابقة اللي هي واحد ناقص جتا تربيع، هي جيب تربيع صاد. بس أنا بعرف إنه جيب تربيع صاد بتساوي واحد ناقص جتا تربيع صاد يساوي واحد. صحيح. مظبوط صحيح. طب احنا لو رجعنا للاصليه جتا صاد مش بيساوي سين؟
طيب جتا تربيع صاد شو بساوي؟ واحد ناقص بساوي سين تربيع. خليك على هاي. يعني ربع الطرفين سين بساوي جتا صاد. ربع الطرفين بيطلع سين تربيع بساوي جتا تربيع صاد. طب من هاي المتطابقة جتا تربيع صاد شو بتساوي؟ واحد ناقص تربيع صاد. صح؟ طيب. كمل. بصير سين تربيع أو إذا بدك شيك هيك عقدت أنا خليه أسهل. مكان جت تربيع حط جت تربيع صاد حط سين تربيع. صح هيك؟ صحيح. ودي السين تربيع للطرف الثاني. خذ الجذر التربيعي. طبعا هو حاط المجال عشان يكون لك في الربع الأول عشان ما تأخذ السالب أو موجب تأخذ بس الموجب. إذا هون بنشطب الجيب وشو بنحط مكانها؟ شو رأيكم بالسؤال؟ قوي قوي. هيك بتيجي أسئلة التوجيه. طب شو الجديد في الموضوع؟ شو يعني إشي ما خدناهوش من الموضوع؟ صراحة ولا إشي. كيف؟ بس إنه إنك أنت تخطر في بالك تعمل الحركات اللي هو طلبها مش سهل. وده تدريبه. بدك تشغل مخك عاد. هون اشي برا المادة كمفاهيم المادة. هذا سؤال مهم. هذا المثال حطوا عليه مهم جدا. مع انه مبين بسيط يعني. طلع. اعطيني دال صاد عدال نون. هذا زي السلسلة. مزبوط. نون هي الوسيط. يلا دال صاد عدال نون شو بيساوي؟ أربعة نونس ثلاثة. اشتقاق عادي يعني. هون يا إما بتخلي نون موضوع القانون زي إحنا ما تعودنا إن نخلي نون تساوي لأنه إحنا بنبدأ إذا هون قلنا صاد بيساوي نونس أربعة إذا هون لازم تكون نون تساوي. طب افرض واحد ما بده يبدلها بده يشتقه هي هيك بيقول دال سين على دال نون يساوي ستة. تمام؟ هسه القاعدة السلسلة شو بتقول؟ بتقول دال صاد على دال سين تساوي دال صاد عدال نون ضرب دال نون عدال سين. طب دال صاد عدال نون هيها موجودة عندي اللي هي أربعة نون تكعيب. طب دال نون عدال سين شو بتساوي؟ واحد على ستة. واحد على ستة بقلبها. تمام الحكي؟ إذا صفت معاي المسألة دال صاد على دال سين تساوي اللي هي ثلثين نون تكعيب. انتبهوا الكلام هي دال صاد على دال سين مش دال صاد على دال نون. هسا بدي اشتقها مرة ثانية. اشتق لي هاي مرة ثانية اشوف. اثنين نون تربيع نزل الأس نون تربيع. خلص خلصنا. لا ما خلصناش. ليش ما خلصناش؟ لأنه لازم أشتق النون بالنسبة لسين لأن أنا بدي دال صاد دال سين. إذا أنا بقول دال نون على دال سين أعيدها. كمان مرة بعيد. هسه يا تشوف إحنا قاعدة السلسلة شو بتقول؟ ذكرك قاعدة السلسلة كيف كنا نسويها. نعيدها من أول. هذا المثال ترى أصعب مثال أنا بشوفه. طلع إحنا متعودين المنظر اللي تعلمناه في قاعدة السلسلة كان بشكل التالي إنه صاد تساوي نونس أربعة. هون خلينا نبدل هاي. نون شو بتساوي لحالها؟ نون لحالها سين ناقص واحد على ستة أو لي أسدس سين ناقص سدس. مظبوط ولا لا؟ صح. هون لو كتبت أنا نون تساوي سدس سين ناقص سدس لكان مشت على درس مين؟ السلسلة الأولاني اللي هو تقاعدة السلسلة اللي أخذناه. يعني هون منجيب دال صاد عدال نون بيساوي أربعة نون تكعيب ودال نون على دال سين بيساوي سدس. مظبوط هيك؟ ومنه دال صاد عدال سين شو بتساوي؟ أربعة نون تكعيب في سدس. نختصرها اثنين على ثلاث نون تكعيب.
شو رايكم في الحكي؟ صح ممتاز. بس اطلعوا معي انتوا هون مكتوب دال صاد على دال سين، والمقدار هون مكتوب بدلالة مين؟ نون. هسه الأصل، الأصل إني أبدل نون واكتب مكانها سين، يعني هيك لازم أكتبها 2 على 3 في سدس سين ناقص سدس الكل أس 3، هيك صارت دال صاد على دال سين، هيك مش ضمني، هيك صريح صار، لأنه صارت العلاقة بين صاد وسين بس. كيف اشتقها الاشتقاق الثاني؟ بصير 2 على 3 نزل الأس، اكتب ما داخل القوس كما هو، اطرح من أس 1 اشتق ما داخل القوس، اختصر ثلث يطلع ثلث في سدس سين ناقص سدس الكل تربيع. خلصنا الحل. طب وين الضمني في الموضوع؟ أنا الطريقة اللي أنا حليت فيها هيك ولا في ضمني نهائي، اشتغلت على الطريقة إني أبدل المتغيرات وخليها كلها بدلالة صاد وسين وبس، وكأني نون شو عملت فيها؟ ما جبتها، جنبتها كأنها مش موجودة. هسه الكتاب مش هيك حالي، الكتاب شو عامل؟ ماخذ صاد بدلالة نون فقال دال صاد على دال نون، برجع بعيد نفس الكلام اللي حكيناه، وهون ما بده يبدل يخلي نون موضوع القانون، بده يخلي سين موضوع القانون، فبروح يجيب دال سين على دال نون اللي بيساوي 6. بس احنا ما بدنا دال سين على دال نون، احنا بدنا دال نون على دال سين، بيطلع سدس نقلبها، لانه القاعدة السلسلة شو بتقول؟ بتقول دال صاد على دال سين بيساوي دال صاد على دال نون في دال نون على دال سين، اذا بتساوي 4 نون تكعيب في سدس اللي اختصرناها بيطلع 2 نون تكعيب. طب ما هو نفس اللي سويتها الاولاني، ما فرقتش. هسه هون اللي بدها تفرق، لو ما بدي ابدل نون واخليها بدلالة، يعني صاد بدلالة نون، بس وانا بدي الاشتقاق بالنسبة لسين، معناته بتخيل انه النون ضمنيا فيها سين، فروح بشتق المشتق الثاني هون، شو بتساوي؟ 2 في 3 نون تربيع في مشتقة النون. شو مشتقة النون؟ دال نون عدال سين. دال نون عدال سين شو بتساوي؟ حسب اللي فوق سدس، اختصر صار الثلث نون تربيع. انتهى السؤال. حليتها بدلالة مين هالمرة؟ بدلالة نون. بقول لك حط محل نون واحد، حطيت محل نون واحد طلع جواب ثلاث ثلث عفوا، خلصت المسألة. طب لو عوضت أنا محل نون واحد في المسألة اللي أنا حليتها بتطلع نفس الجواب؟ مليون بالمية. الآن شو الجديد في الموضوع؟ إني لما اشتقيت المشتقة الثاني لنون اشتقيتها بالنسبة لسين فعملتها ضمني، بس هاي كل القصة. يلا نيجي على هاي، دال سين على دال نون شو بتساوي؟ ثلاثة مشتق سين جتا ثلاثة نون. طب دال نون على دال سين شو بتساوي؟ واحد على ثلاثة جتا ثلاثة نون، صح الكلام ولا غلط؟ مالكم صدمتوا شكلكم. يلا دال صاد على دال نون شو بتساوي؟ سالب ثلاث جيب ثلاث نون. طيب انا بدي دال صاد على دال سين شو بتساوي؟ دال صاد على دال نون في دال نون على دال سين، هيك القانون. دال صاد على دال نون اللي هو هذا المقدار اللي هو سالب ثلاث جيب ثلاث نون في دال سين، دال نون على دال سين اللي هي واحد على ثلاثة جتا ثلاث نون. بسطها أشوف، هاي بطلع سالب ظل ثلاث نون، صح كلامي؟ صح. مالكم وين رحتوا يا شباب؟ أين موجودين؟ موجودين والله، شايفكم صدمتوا. التركيز زيادة لأنه
يلا هاي دال صاد على دال سين. لاحظ ما اضطرت تكتب صاد فتحة لأنه صار في المتغير ثالث ممكن اتلخبط فيه. اطلع العلاقة صارت أنا بدي دال صاد المشتق الثاني لصاد بالنسبة لسين، لكن العلاقة مكتوبة بدلالة نون. هي الأصل إنك ترجع تبدل النون وتحط مكانها إشي بدلالة سين علشان تصير العلاقة صريحة. حبيبي في حدا فيكم بيقدر يخلي لي هون نون موضوع القانون في هاي؟ آه في حدا بيقدر يخليها هيك تصير؟ عادي بتيجي ضع دائرة بجيبوا لك إياها ما أقول لك احسب يا حنان. بعطيك إياها عند عدد بحكي لك الميل بحكي لك المشتقة هيك بتطلع. أعمل نون موضع القانون بصير؟ هو بصير بس أنتوا ما أخذتوا. يعني هاي حتى تقدر تخلي نون موضوع القانون بتدخلي الاقتران العكسي للجيب. طبعا أنتوا أخذتوا اقتران العكسي للجيب؟ ما أخذنا شيء الحمد لله. إحنا راح نشتق وإحنا على هاي على هاي بدنا. طب إيش المشتق الثاني هون؟ يلا نشتق عادي ظل. شو مشتق الظل ثلاثة سين؟ ناقص ثلاثة قاطع تربيع ثلاثة قاطع تربيع ثلاثة نون. هيك خلصنا. في مو ثلاثة نون اشتقيتها ثلاث أنا لا غلط مش ثلاث لحالها. في دال نون على دال سين هذه جديدة في الموضوع بس لأنه النون واسطة مع سين. إذا بهاي الحالة بعتبر إنه سين متغير مستقل بالنسبة للنون فبروح مشتق نون بالنسبة لسين فتطلع دال نون عدال سين. طب كم دال نون عدال سين؟ هاي واحدة ثلاث بروح عامل هون سالب ثلاث محل قاطع تربيع شو أكتب؟ واحدة على جتة جتة تربيع ثلاثة نون في واحد على ثلاثة جتة نون ثلاثة نون آسف هي كلها ثلاثة نون أصلاً. عندك الثلاث مع الثلاثة بتختصر فصارت عبارة عن سالب مين ينقلني؟ واحد على جتة تربيع ثلاثة نون تكعيب ثلاثة نون. شو رأيكم في الحكي؟ سير هسا عوض محل نون باع ثلاث واحسب خلصت المسألة. أو حتى ليش أخليها خليها جتة أحسن لك. يعني هون سالب واحد على جتة تكعيب ثلاثة نون عوض محل النون باع ثلاث صارت سالب واحد على جتا تكعيب ثلاث في باع ثلاث اختصر بطلع سالب واحد على سالب واحد بطلع الجواب واحد انتهت المسألة. شو الجديد في هذا الدرس؟ شو النقطة هون الجديدة؟ اني لما اشتقيت النون اشتقيتها بالنسبة لسين عملت دال نون عدال سين بس. صعبات هذول بدهم شوي صغيرة بدهم شوي صغيرة هذول واجب ماشي أربعة. كلن مسائل الدرس كله واجب. في منهن بعض المسائل مرتبات يعني مستواهن كثير كويس بعدين بظل لنا اللي هي نهاية الوحدة هذول كمان الصفحة هاي كمان واجب هذول كله بس اشتقاق ضمني. طب إيش نكمل هسا؟ بدي أحل أسئلة وده لهم منير ماشي؟ ماشي على نفس الدرس هذا يا حبيبي الضمني يلا على الضمني وعلى السلسلة ما هو هسا طلع أحمد اطلعنا كلمة شو درسنا سألت شو حس وين درسنا في حل دبر حالك. يلا هسه هون بيقول لي صاد تربيع زائد ثلاثة سين صاد يساوي ثمانية وعين بتساوي خمسة صاد ناقص صاد تربيع زائد واحد فماذا تساوي دال عين عدال سين؟ شو هاي؟ نطلع عين فتحة كيف تفهمها هاي أنا بالضبط كيف تفهمها هاي؟ مين يقول؟ بده مشتقة عين يعني لا بده عين بالنسبة لسين. شوف أنا اللي متأكد منه هاي
ودال عين على دال صاد. ماشي؟ يلا اشتق لي اياها. خمسة صاد فتحة. خمسة؟ لا بدون صاد فتحة، خمسة. لأنه مش بالنسبة لسين، قاعد بشتق بالنسبة لصاد. يعني هون بعتبر صاد كأنه هي المتغير المستقل. هي سين. بالضبط زي كأنها سين، ناقص اثنين صاد. هاي أول واحدة خلصناها. نيجي على هاي. شو بدي أطلع منها؟ بدي أطلع منها دال صاد على دال سين. حلو. طلع منها دال صاد. طلع صاد فتحة. يعني أنا حاط في بالي إنه من هون بدي أطلع دال صاد على دال سين، يعني بعتبر صاد هي المتغير المستقل. ماشي؟ بعتبر صاد هي المتغير المستقل. فشو بتطلع معك هون؟ اثنين صاد دال صاد على دال سين، هي يعني صاد فتحة يعني. صاد فتحة. بس أنا ما راح أكتب صاد فتحة عشان بدي أطبق السلسلة عليها كمان شوي. عشان ما تخربط. يلا اشتق هاي. ثلاث سين الأول في مشتق الثاني زائد مشتقة الأول في الثاني، مش هيك؟ صح. هو ثلاث صاد يساوي صفر. أنا شو بدي منكو هسا؟ تسحب عامل مشترك تل صاد طرف لحالها. خذ عامل مشترك. انقل هاي أول شيء. أول شيء قبل ما تأخذ عامل مشترك. أول شيء انقل ثلاثة صاد. دال صاد عدال سين زائد ثلاثة سين دال صاد عدال سين. تساوي ناقص ثلاثة صاد. تساوي ناقص ثلاثة صاد. وخذ دال صاد عدال سين عامل مشترك. شو بضل عنا؟ اثنين صاد زائد ثلاثة سين. ولو نعملها قصة. أيوة. تريح. عامل مشترك وقسم. دال صاد عدال سين بتساوي ناقص ثلاثة صاد. صاد على اثنين سين زائد ثلاثة سين زائد ثلاثة سين. فيها. السيات دال عين على دال سين شو بتساوي؟ بتساوي دال عين على دال صاد حسب قاعدة السلسلة، قانون السلسلة. نكتبها هون بوضوح بس. دال صاد على عفوا دال عين على دال سين. دال عين على دال سين بيساوي دال صاد. وبعدين ما هالشغلين تعال متعودين على صاد احنا. دال عين على دال صاد في دال صاد على دال سين. هيك راح يكون قانون. عشان انه دال صاد من دال صاد كأنها شطبط مع بعض. فدال صاد دال سين هيها عندي موجودة. دال صاد موجودة. اذا بتصير عندي المسألة خلينا نمسح هذول كلهم عشان نكتب مكانهن. وهي خليها بس الاخيرة اللي بدي اياها. انا بدي الجواب النهائي صح؟ يلا. من نقول هون دال عين على دال سين شو بتساوي؟ بتساوي دال عين على دال صاد اللي هي هاي خمسة ناقص اثنين صاد في دال صاد على دال سين اللي هي سالب ثلاثة صاد على اثنين صاد زائد ثلاثة سين. بقول له عندما سين واحد وصاد ستة بس عوض وخلصنا. هي طريقة التفكير بس صار. هذه النوع من المسائل أفضل يجيبوا لكم إياه لو توجيه الأردن يعني. الحمد لله صراحة بطلوا يجيبوا هاي النوعية من المسائل. يعني هون بدك تعرف مين اللي تابع لمين، مين المتغير اللي تابع لمين، وده قصة وبناء عليه بتشتق. وانت فاهم كيف عرفت التابع والمشتبع؟ أنا عرفته صراحة من العلاقة إنه عين جاي صريحة بصاد. عرفت كيف عرفت؟ وهون سين وصاد جاي ضمنيات، فأنا افترضت إنه صاد هي التابع. أنت تفترض يعني. هو من حقك طبعاً هذا تعمله لأنه هو مش موضح، فأنت من حقك تعمله بأي طريقة إن كانت، بس أتوقع هاي هي الطريقة اللي بتوصل للحل على السريع. خذ اللي بعدها. صاد بيساوي قاطع نون. جانع نون. وسين بتساوي ظل نون. من الواسطة؟ نون. مين اللي بربط سين بصاد؟ نون. نون. إذا بقدر أبدل نون وحط مكانها كله سينات أريح لي. بس في هذا النوع من الأسئلة أتوقع ما راح تقدر. صعب. مش صعب. ما أخذتوش. ما أخذناش. ما أخذت قاطع إنفرس أنت. ففي هذه الحالة شو بسوي؟ بشتق كل واحدة كأنها مسألة مستقلة. دال صاد على دال نون شو بتساوي؟ دال. مشتقة القاطع. قاطع ظل نون. شوف دال نون على دال نون يعني واحد خلاص انتهت المسألة. يلا دال سين على دال نون
شو مشتق قاطع تربيع نون. قاطع تربيع نون لعنده هنا احنا تمام. انا ما بدي دال سين عدال نون، انا بدي دال نون عدال سين. السبب انه هون الدال نون جاي هي المقام فبقلبها. واحد على قاطع، شو الواحد على قاطع؟ جتة. اذا هون بتصير جتة تربيع نون هيك، بس عشان ابسط الشغلة. مظبوط كلامي ولا غلط؟ لا مظبوط. مظبوط. طبق السلسلة. دال صاد. دال صاد على دال سين. لسات احنا المشتقة الأولى قاعدين بنجيب. هي عبارة عن حسب قاعدة السلسلة. دال صاد على دال نون. في دال نون على دال سين. عوض وجيب ظل نون في جتا تربيع نون. تمام؟ في اختصارات او في اختصارات. ما هو القاطع هي واحد على ايش؟ واحد على جتا. واحد على جتا. اذا هون واحد على جتا. بتطير لك واحد جتا من هذه. بنروح لنا واحده منهن. شو قاعد مختصر انا؟ صارت جتا. هسه نسوي المشتق الثاني. لسه ما خلصتش، ما تسويش. انت ليش الظل عباره عن جبهه جتا. الظل هي جيب نون على جتا نون. يا جماعه الخير، ما هو مش معقول تكون المساله معقده كثير. شطبها بيطلع جيب نون. يعني بالعربي احنا كل هالتفصيل هذا اللي عملناه وصلنا لا ما يلي انه دال صاد على دال نون شو بيساوي؟ جيب نون. جيب نون. ممتاز. عفوا على دال سين، اسف. احنا اشتقينا بالنسبه لسين بالاخير. بدنا نجيب المشتق الثاني الان. كيف نشتق المشتق الثاني؟ مشتق الجيب جت. ناقص. على دال سين تربيع بيساوي شو مشتق الجيب؟ جت نون. جت نون. بروح كاتبين جتا نون. لسه ما خلصنا في مشتقة النون اللي هي دال نون عدال سين. لاني فرضت وش لازم ارجع اسويها. جتا طبعا ضرب جتا تربيع نون. اذا بيطلع الجواب عبارة عن جتا تكعيب نون. وصلت؟ طب استنى منير، فهمتها هاي؟ نون تربيع بس دال نون عدال سين كيف جبتها؟ هي انت هنا لانه العلاقه بين صاد وسين. طلع لد عليها هاي اخر واحد وصلت لها. العلاقه بين صاد وسين، بس العلاقه هو مكتوبه بدلاله نون. صح، ارجع لي لهاي. هاي انا بقول انه دال صاد عدال نون، دال صاد عدال سين طلعت بدلاله نون. معناته انا ايش بفهم هون؟ بفهم انه النون ضمنيا فيها سين. بفهم انه النون ضمنيا فيها سين، فلما بشتق بشتق النون بالنسبة لسين. هيك بتكون خلص الاشتقاق. وانت جبتها من اللي اشتقنا في الأول، جبناها في الأول بالضبط. هي زي قاعدة خلص، يعني بنعرفها كجزء من مفهوم العلاقات حسب المعطيات اللي قدامي. بقيت اضبط. هاي خلصنا هذه وخلصنا هذه. طب شوفوا لي هاي. قاف سين تساوي لام لي سين تربيع زائد واحد. حكينا هذا تركيب صح ولا لا؟ يس. ومعطينا لام فتح الخمسة بتساوي واحد، ولام الخمسة بتساوي ثلاث. جد معادلة المماس لمنحنى عند سين يساوي اثنين. احنا حتى نجيب معادلة المماس بلزمنا ميل وبلزمنا نقطة. شك احنا بنجيب معادلة خط مستقيم في الدنيا كلياتها كيك تعلمنا؟ لأنه معادلة المماس، المماس هو خط مستقيم. إذا معادلة الخط المستقيم أنت بحاجة لميل وبحاجة لنقطة. بدو معادلة بدو المماس لميل لأي منحنى؟ سين تساوي اثنين. قاف سين. قاف. لا أنت ركز، ما هو لميل لقاف ولا للام؟ لا لقاف. لقاف. يعني أنت بدك تجيب الميل بدك تجيب قاف فتحة الاثنين معناته. والنقطة بدك تجيب اثنين وإشي. وقاف الاثنين يعني. تمام الحكي؟ أنا بحلل بالسؤال بعيد، معلش هذا النقطة مهمة جدا للتحليل، يعني أنك تفهم أنت شو اللي بدك تسويه بالضبط. هسه هو المعلومات معطينيها على اللام، لكن أنا بدي معادلة المماس لمنحنى مين؟ قاف. منحنى قاف. معناته أنا لازم أفكر إن أنا بدي أجيب ميل المماس عند الاثنين، يعني بدي أجيب قاف فتحة الاثنين اللي هو تمثل الميل، وبدي اجيب نقطة اللي هي اثنين وقاف الاثنين. يعني وكأنه السؤال بيقول لي جيب قاف فتحة الاثنين وجيب قاف الاثنين. اذا طلعت هذول الثنتين
انت طلعت المعادله بشكل كلام ولا لا؟ اذا نبدا اول واحدة عشان اجيب قاف فتحه الاثنين بدي اجيب قاف فتحه سين بالاول. يلا اشتق لي قاف قاف السين لام فتحه نقول لام فتحه المعادله نفسها سين تربيع زائد واحد في اثنين مشتقة ما داخل القوس. انا بدي قاف فتحه الاثنين عوض باثنين بصير لام فتحه الخمسه في أربعة مظبوط؟ معطيني لام فتحة عوض محل سين اثنين هو قال لي هيك ولام فتحة الخمسة معطيني إياها واحد واحد في أربعة بطلع أربعة إذا الميل طلع أربعة حطه ببالك هاي خلصت الجزء الأولاني شو ضايل لي هلأ؟ أجي قاف الاثنين قاف الاثنين شو بتساوي؟ بدك تعوض هون محل سين باثنين بالعلاقة الأصلية هاي بتساوي لام الخمسة عوض اثنين محل سين عوض اثنين تساوي ثلاث اذا هاي النقطة اثنين وثلاث خلص السؤال هذا سؤال سهل ترى بعدين وين بنروح بنروح على قانون معادلة الخط المستقيم شو قانون معادلة الخط المستقيم اللي هو صاد ناقص صاد واحد انتو هاي اسهل صورة انتو حافظينها يعني او تشتغل على هاي النظام اي واحده منهم تزبط انو واحده بتحبوا حل على هاي ولا على هاي الاولى على اليمين اللي على اليمين يلا اذا هاي سين واحد صاد واحد عوض اشوف صاد ناقص ثلاث ناقص ثلاث يساوي الميل اللي هو أربعة في سين ناقص سلام سلمى خلصنا المعادله هو كمعادله انا خلصت بدك تكتبها بصيغه ثانيه اقوى ثانيه يعني تخليها مثلا صاد موضوع القانون بدك تفكفك اقواس وتضبطها 4 سين ناقص 8 ودي لهناك 4 سين ناقص 5 خلصت المسألة هاي المعادلة فهمتوها هاي؟ كويس هاي ترى جزء من الوحدة الثالثة عندنا ترى في الكتاب اللي هو التطبيقات الفيزيائية الهندسية وهاي كمان على التطبيقات الفيزيائية شوف هون لما يكتب لك فا بهاي الطريقة فا قصده فيها المسافة فأنا العلاقة صراحة ما بكتبها هيك بقول فا لنون يعني دائما المسافة بيكون متغيرها المستقل مين الزمن يعني المسافة تتأثر بتغير الزمن يعني انت وانت مسافر كل ما بمر الوقت شو بصير بالمسافة اللي بتقطعها بزيد الا ظلتك واقف عاد هذا ايش ثاني يعني انا معي سيارة وماشي السيارة راكب طائرة والطائرة ماشية إذا كل ما زاد الزمن شو بصير في المسافة اللي مقطوعة بتزيد إذا الزمن يؤثر على تغير المسافة هو حكي لي إنه فانون شو بتساوي شفت يا منير كيف عملت أنا العلاقة كتبتها بدلالة نون يعني كتبت فانون هو ما حكى لي بس أنا بعرف إنه هذه مدام انكتبت بهذه الصيغة إذا هي بدلالة نون زائد نص نون ماشي يا سيدي ماشي ماشي شو بده جد التسارع احنا ما اخذناش هون طبعا لسه الشباب ما اخذوش شو التسارع والسرعه يعني السرعه والتسارع هي المشتقة الاولى والمشتقة الثانية يعني لما تجيب فا فتحه او اللي هو دال فا عدال نون او تقول فا فتحه لما تشتق المسافه بالنسبه للزمن إن الزمن هون مش ضمني بسين ما في سين في الموضوع اصلا لو ملاحظين ما في سين في الموضوع نون هي المتغير هي السين تاعي فهذه بتعطيك السرعة اللحظية يلا اشتقوا لي اياها اشوف 8 جيب 2 نون ليش ما نقول 16 على السريع شو رايك صح اجت 2 نون زائد نص ليش لاني راح انزل 2 وتضرب في 8 وبدي اشتق الزاوية كمان تضرب في 2 16 مشتقة الجيب جتا طب شو رأيكم نكتبها هاي بطريقة أبسط من هيك بدال ما اثنين يعني جيب اثنين نون جتا اثنين نون مين بسط لي هاي هاي الستاعش مش بقدر اكتبها اثنين في ثمانية بتقدر ممتاز هاي ما بتذكركم بشي هاي اعطتني هيك بشي جيب الأربعة الأربعة ثمانية جيب أربعة نون أنا ليش ببسط هيك يا جماعة الخير؟
لأن لو بدي أجيب المشتق الثاني أسهل لي أشتق هاي من ما أشتق حاصل ضرب. فهمتوا كيف بلعب فيهن؟ يلا هسا بدنا نجيب المشتق الثاني للمسافة بالنسبة للزمن اللي هي فتحتين اللي هي التسارع بسموه أو التسارع اللحظي. اشتقوا هاي، هون ما في ضمني ترى في المسألة. يلا مين اشتق لي هاي؟ 32 8 جتا 32 جتا 4 نوم. شو رأيك؟ صح أسرع على طول. هسا شو بده مني هو؟ جد التسارع عندما السرعة تساوي 9 2. طب ما هاي السرعة هاي عين، بروح شو بسوي؟ بحل المعادلة 8 جيب 4 نون زائد نص تساوي 9 2. بعد ما أحل هاي المعادلة، ما راح أحلها، راح نأخذها بعدين، يعني بنأخذها لما نأخذ تطبيقات، حرام هسا نعملها نظلمها يعني، لا بدها إيش شغل هاي صراحة. بعد ما أحلها بتطلع معاك نون، بتروح معوضها وين؟ في العلاقة هاي بتطلع التسارع. تمام ولا مو تمام؟ لا تمام. كل المسائل بنرد بنعيد عليها إن شاء الله مرة ثانية لما نأخذ دروس الوحدة الثالثة، لأن الوحدة هذا كل التبعات للوحدة الثالثة. آخر مسألتين حليتهم، هذه المسألة وهذه المسألة، هذول تبعات للوحدة الثالثة. حركت علينا المسلسل كامل يا دكتور. هاي المسألة وهاء السين ما خدناش إحنا شو مشتقتها، صح ولا لا؟ ها السين الاختراع السين عرفوها شو مشتقته؟ شو مشتقته؟ هاء السين. شكرا. الاختراع اختراع السين مشتقته نفسه. طب لو كان هاء اسلام سين، يعني الاس مرفوع لاقتران مش لسين لحاله، طلع شو مشتقته؟ بتكتب هاء اسلام سين. هذا بناخذه بالفصل الثاني على فكره. عندك كامل الأس. شكرا يا يعني. دكتور خلي الفصل الثاني، شو رايك؟ لا لا بس خليها بس شوي بس اعرفوها اعرفوها والله حلوه هاي. اشتق لي هاء اس جيب سين، شو مشتقتها؟ تكتب هاء اس جيب سين في مشتقة الجيب جتا. بس سلامتك شباب. مصعب احمد طويل يا اخي. انا منير هذول ببعث لك اياهم لحالك، لانه هذول الشباب هسه راح يدخلوا بالحيط اذا حلينا. انا ما اخذتهم زي انا خشين وخلاص ما اخذتهم. طب كيفك تحلهم لحالك؟ انا لقيتهم في الملزمه. خارج اطارك يا منير. طب هم في الملزمه كانوا موجودين مع درس قاعده السلسله. لا لا مستحيل، هذول مع قاعدة السلسلة، هذول اسئله اعلى من قاعدة السلسلة. هذول مع التطبيقات الفيزيائية والهندسية ومحطوطات مع مسائل يعني. هذا ممكن يكون مع قاعدة السلسلة. هذول ضمني مع سلسلة مع بعض مخلطات. يلا مين يسوي لي هذا؟ شو السؤال هذا؟ والله مبين عليه نكد. انت بدك تعمل قاف بعدها، انه اللي بتصير قاف ها السين. يعني قاف من بعدها لكل فتحه للثلاث، شو معناها قاف فتحه؟ يعني قاف ها السين ضربها فتحه السين لهاء الثلاث، مو مش لهاء السين لانه في ثلاث عندك. لا فتحه الثلاث تساوي ثلاث. انا ترجمت هاي بس، هاي اخذناها صح ولا لا؟ طيب ترجموا لي هاي. قاف فتحتين. قاف فتحتين. قاف فتحتين. لهاء السين لهاء الثلاث. فيها فتح. لهاء فتح الثلاث. تساوي سين. طب إنها فتح الثلاث. طب من هاي ها فتح الثلاث شو بتساوي؟ 8 قاف. 8 على قاف فتحة لهاء الثلاث. ومن هون ها فتح الثلاث شو بتساوي؟ 2 على قاف فتحتين لهاء الثلاث. معناته شو فهمنا من هذا الكلام؟ انه هذه قد هاي، يعني 8 على قاف فتحة لهاء الثلاث تساوي 2 على قاف فتحتين لهاء الثلاث. مش معطيك شيء ثاني؟ لا بس هيك. ممكن يكون غلط السؤال؟
لا مو مو ضرب تبادل نقصان. ما أقدرش أجاود. لا هو الناس من فقد إن خربط حكي فاضي. يعني أنت هنا معناته لازم يكون معطيك عن قاف إشي يعني. أنا هيك بتخيل. يعني مين الاختراع اللي مشتقته الأولى اللي متعوضة بطلع نفس جواب مشتقته الثاني هيك كأنه السؤال. مش لا مش 100% ما هو بدك تضرب في اثنين. لو اختصرنا على اثنين هاي بصير واحد هاي أربعة. هيك ده تصير. قسمت على اثنين بس. عشان تصير أسهل يعني. يعني قاف فتح الثلاث ولو ضربنا تبادلي هاء الثلاث بيساوي أربعة قاف فتحتين هاء الثلاث. هذا اللي قدرت أوصل له أنا لحد هسا. لازم يكون فيه كمان المعطيات يعني؟ أتوقع يعني في شيء ناقص شكله. يعني لازم يعطيك شيء عن قاف يعني. معلومة عن قاف. يعني لو في عندي معلومة عن قاف خلاص خلصت السؤال أنا. عرفت؟ فهمت. انا حاليا والله مش شايف انه في يعني انه بقدر احله بالمعطيات الموجوده. يعني بلزمني كمان معلومه عن قاف. بس متاكد رد اتاكد انت من السؤال بالاول انه ما في نقص. يعني اذا ما في نقص وديلي على الخاص بفكر فيه مره ثانيه يعني برواق بفكر فيه. ماشي بشوف ببعت لك. يلا طب نفس السؤال بس لما يكون بس بين القوس فتحتين مش فتحه كيف مشتق القوس؟ ما فهمت. قاف فتح. ايوه هاي لما يكون بس مره القوس مش فتحه واحده هيك فتحتين. طلع بتجيب اول شيء قاف فتحه العاديه يعني. طلع كيف احمد من هاي مثلا ناخذ هاي البسيطه بالاول. طيب شو بتسوي؟ تنسى انها فتحتين تخيل كانها ايش؟ فتحه. طلع لي القانون تاعها. يلا قاف فتحه لهاء الثلاث ضرب هاي فتحة الثلاث. ممتاز. شو صارت يا أحمد السعيات؟ هاي قاف فتحة صارت المشتقة الأولى. مشتقة يلا هلا شو بك تسوي؟ اشتق هاي مرة ثانية صارت ضرب. قاف فتحة صارت ضرب الأول في مشتقة الثانية يعني فتحتين ثلاث ضربها فتحتين الثاني اللي هو فتحتين الثلاث زائد مشتقة الأول قاف فتحتين قاف فتحتين لهاء الثلاث في هاء فتحة الثلاث ضربة في هاء فتحة الثلاث فتحتين قد سلسل عيد هاء مشتقة الأول هاي كلها مشتقة الأول في الثاني في الثاني اللي هو هاء فتحة. بنقدر نستنتج له قاعدة ترى بنقدر نطلع له قانون مش مطلوب يعني تقعد تحفظ قوانين. يعني أنا ببساطة شو اللي عملته؟ جبت قانون تاع المشتقة الأولى اللي أنا حافظه وحاصل ضرب وشو عملت؟ اشتقيت مرة. يلا مين اشتق هاي؟ واحد يساوي سالب جيم صاد فتحة صح؟ هاي مشتقة كمان مرة ومنها صاد فتحة شو بتساوي؟ سالب واحد على جيم صاد اللي هي سالب قتا صاد صح هيك؟ صح خلاص جيم صاد فتحتين ساوي لك اشتق سالب قتا اللي بتطلع موجب قتا ضتا صاد ضتا صاد في صاد فتحة محل صاد فتحة شو بدك تكتب؟ سالب واحد على جيم ناقص واحد على جيم أيوة تكتب مكانها اللي طلعته معاها اللي هو أنت طلعت صاد فتحة يا زلمة في سالب قتا صاد يعني هنا بتصير سالب قتا تربيع صاد في صاد في ظل في ضتا صاد هيك الجواب النهائي. طب اللي بعديها أنا قاف من بعدها لسين يساوي سين بدي حدا يفهم لي شو بفهم من هاي انه قاف هالسين يساوي سين ايش بتعطيك انا بالنسبه لي لها معنى قوي هاي صراحه بفهم انه قاف وها اقترانين متعاكسين عشان لانه الاقترانين اللي بتركبهم مع بعض وبيطلعوا المحايد اللي هو سين بيكونوا هذول انه قاف يساوي ها انفرس تعرفوها العكسي انا هيك طلعت هسا قاف فتحة سين شو بيساوي؟ واحد على سين بده يطلع
هافت عزيز. ما ممكن تحلوها انتم باي طريقه بدكم اياها، ممكن تمشي على القوانين عادي يعني، سوى حالك مش عارف المعلومه اللي انا حكيتها. يلا اشتقوا لي هاي اشوف. قاف فتحها السين ضربها فتح السين يساوي واحد، السين يساوي واحد صح؟ صح. كمل. شو يعني قاف فتح السين واحد على سين؟ يعني قاف فتح لهاء السين شو بتساوي؟ واحد على سين. على هاء السين واحد على هاء تساوي واحد على هاء السين. ما هو شو يعني قاف فتح سين؟ يعني شيل تعود مكانها سين، هون شيل السين حط مكانها، فمن هاي شو بيطلع عنا؟ مكان قاف فتح سين راح يطلع واحد على هاء سين ضرب هاء فتح سين شو بيساوي؟ واحد. طب هاء فتح سين شو بيساوي؟ هاء سين. طب سؤال، مين الاقتران اللي مشتقته بيطلع نفسه؟ في اقتران اللي مشتقه بيطلع نفسه؟ في مين اسحك هذا الكويا؟ تقول محايد العشوان اللي خليه للفصل الثاني. هاي اللي فوق سين مدري كيف هو هاء السين اقتران مشتقته هو نفسه. السلام عليكم. يلا الاخير انسان سهل المعلومه هاي بعدين بترد تحفظها. من قال لك حد يعني يعرف الواحد معلومات زي هاي؟ يلا هاي هاي زي الاولى، هاي كانها نفسها هاي يا اخوي، هاي مكرره المساله. في الصوره جت مرتين. هاي مكرر حليناها قبل شوي نفس المساله ترى. في حنان كنت سالتيني وين حنان طلعت؟ حنان صارت بدها صارت بالدار. سألتني عن شو يعني الحل العام للمعادلة المثلثية، يعني انت مثلا لا. مثلا لما بتحل مثلا 2 جيب سين ناقص 1 يساوي 0، لما بتحل المعادلة بتقول جيب سين بيساوي نص. فانت كيف بتحل معادلة مثلثية؟ انت بتسأل حالك سؤال، مين الزاوية اللي جيبها نص؟ شو بتقول؟ سين تساوي ايش؟ ضايع 6 اللي هي شو بقى؟ اللي هي 30 درجة صح؟ وخمسة بقى ستة. هاي بأي ربع؟ الأول. ممتاز. والحل الثاني؟ خمسة بقى ستة. اللي هي إيش؟ والربع الثاني؟ ربع الثاني. ممتاز. هذولا بنسميهم الحلول الأساسية. صح ولا لا؟ صح. يعني لو رسمناهم رسمة هيك واعتبرنا الزاوية اللي هي بالوضع القياسي، الأولى راح تطلع لي هاي الزاوية اللي هي 30 درجة. اللي هي أنتم لكم كانت مقابلة لبايعة 6، والزاوية الثانية اللي هي الزاوية المنفرجة اللي هيك راح تكون اللي قياسها 5 بايعة 6 صح ولا لا؟ صحيح. هاي المعادلة لها كم حل بهاي الحالة؟ حلين بس على الدورة بدورة واحدة. بدورة الوحدة قصده. طب هو الجيب بس معرف على دورة واحدة ولا معرف على كلها؟ أكل الحلول لنهاية. كيف نطلع باقي الحلول؟ هون طلع هون بنجيب الحل العام، نقول باي على 6 اللي هو الحل الأساسي زائد 2 باي نون. شو 2 باي نون؟ هاي عدد دورات نون. نون عدد الدورات، و2 باي لفة كاملة دورة كاملة. يعني لو لفيت دورة كاملة بيطلع لك حل جديد، لفيت دورتين حل غيره، لفيت ثلاث دورات حل غيره، وحطيت نون سالبة يعني مشيت بالعكس كمان تعطيك نفس الجواب. طب ايش الحل العام هون؟ 5 باي على 6 زائد 2 باي نون. هذا بسموه الحل العام اللي بعطيك كله. انتم بالنسبة لكم في التوجيه حاليا غير وارد، يعني ما بنجيب حلول عامة، بنجيب حلول في فترات محددة. بالضبط يعني خلص. بس هي لأنها سألت عنه فخلينا نوثقه يعني، بس إنه حكينا عنه. أوكي منير فهمتنا هذول اللي حليناهن ولا نص نص؟ لا فهمتم تمام. في من صراحة برا ما يعني برا المادة مستواهن عالي شوي، مش برا المادة مستواهن يعني بدهن واحد يكون قدع
الحصة الجاية نكمل على الضمنية ولا خلصنا؟ بدنا نكمل على الضمني طبعا.